من السلط إلى العقبة، ونرحب بمعنا أبو دلو. معنا يسعد صباحك، وكنا في السلط وعاهد نقلنا الأجواء من على باب أحد الأفران اللي قاعدة بتخبز، حتى اليوم يتم توزيع هذا الخبز إلى المواطنين عبر الطرق التي حددتها الحكومة يعني. وأكيد هذا الخبز ما بيجي إلا بطحين، والطحين دائما من يعني العقبة ومن هذا المنفذ البحري الأردني. يعني الأجواء عندك كيف اليوم يا معن؟ صباح الخير لكم جميعا، صباح الخير لكل الأردنيين. جلالة الملك قال يوم أمس الأردنيين قدها، وفعلا أثبت الأردنيون اليوم صباحا بأنهم قدها. بدأت عملية توزيع الماء، الخبز، الغاز في هذا الصباح من منطقة السادسة في العقبة. المشهد حضاري جدا، عطوفة المحافظ، جميع الأجهزة ترافق قافلة من هذه المواد الضرورية في بداية منطقة السادسة. المواطنون نودي عليهم بواسطة مكبرات الصوت بأن من يحتاج إلى هذه المواد عليه أن يقف على باب بيته وستصله المواد والكمية التي يرغب بها. وفعلا بدأ هذا المشهد، وبدأ المواطنون بالنزول إلى الشرفات. إذا كان زميلنا أشرف، الآن بعض المواطنون على شمالي ومن خلفنا وعلى يميننا بانتظار دورهم. الحقيقة تبدأ العملية بوقوف هذه القافلة في أول الحي، والمناداة على المواطنين لمن يحتاج أي مادة من هذه المواد. يبدأ المواطنون بالنزول إلى أبواب البيوت وتحديد الكمية التي يرغبون ونوع السلعة من هذه المواد الثلاث، ثم يبدأ البائعون والمتبرعون بتوصيل هذه المواد بكل سلاسة ويسر دون مخالطة. طالبتهم القوى الأمنية بالمحافظة على المسافة، مسافة السلامة الصحية فيما بينهم، وحتى أن هنالك شاهدنا وجود بعض الأجانب أيضا قاموا بالشراء بكل سلاسة وبكل يسر. الحقيقة هذه العملية ستستمر لمدة 3 ساعات في هذا التجمع، التجمع الثاني من الساعة 10 إلى 1، والتجمع الثالث من 1 إلى 4. بعد ذلك ستستمر هذه العملية لمدة 3 أيام، لننتقل في الرسالة الثانية من قلب الحدث مع المواطنين في قلب سوق السادسة. شكرا لكم، نعود إليكم بعد قليل. معنا أبو دلو من محافظة العقبة، شكرا جزيلا.